السلام عليكم، مساء الخير عليكم. اليوم جبت لكم بطاطا محشيه بالفيون داشي اللي درتها البارحه. هذه هي في السهره، مانيش ناكل في رمضان. نقول لكم صحه رمضانكم ان شاء الله. جات بنينه بزاف، نقول لكم كيفاش تحصلوا على هذه النتيجه الرائعه. جبنا حبة بصلة وزوج سنات ثوم وقاعدين نذبلو فيهم في المقلاة. درنا لها قطرة زيت وسخرناها مليح ونحركوهم ساعة ساعة بما يتحرقوش. ذبلت لنا شوية البصلة، جبنا حطينا اللحم المفروم تاعنا، درنا له فلفل الكحل، درنا له البابريكا، درنا له الكزبر والكركم، وما ننساوش الملح. نحركوهم مليح حتى يطيب لنا اللحم. لازم نطيبوه مليح مليح ينشف لنا من الماء تاعو. هنا طابنا نحيناه، درناه في طبسي برد، وجبنا البطاطا قطعناها اون دي ودرناها في الماء، شرشمناها في الماء والملح. بعد ما طابت نحكمو نرحوها ونمرسوها ونزيدو لها التوابل تاعنا، الفلفل الكحل، نديرو لها شويه كمون، الكزبر، ومننساوش الملح والكركم دائما. ووجدنا ثلاثة طباسة، واحد درنا فيه الفارينة، واحد درنا هنا زدت لها اللوز مرحي كالفارينة باه يزيد يمدلنا شوية ذوق رائع كي تقلع. طبسي درنا فيه البيض، طبسي درنا فيه لاشابلور، ووجدنا الفرماج. نحكمو كمية من البطاطا المرحية تاعنا، ونحاولو نديرو مكان الفيون داشي تاعنا نديروه في الوسط، ونزيدولو طرف تاع فرماج، ونسكروا البطاطا تاعنا ونديروها على شكل كريات. نديروها في الطبسي الاول الفارينه، ومن بعد نديروها في البيض، ومن بعد فلاشابلور على هذيك اللي درنا طبسي وراخوه كيفاش حطينا الطباسه، الاول فرينه، ثاني بيض، وثالث لاشابلور. ومن بعد نحطوه في البلاطو وندير نفس العمليه مع جميع الكريات اللي راح نديرهم دوكا حتى تخلص لنا البطاطا.
هنا تكون صعيبة شوية البطاطا باه تتلم، خطر ماكش تكون تتلاصق في اليدين. كملنا جميع البطاطا اللي حطيناها في البلاطو فوق ورق الطهي، ولهنا نديرو الزيت في المقلة ونسخنوه مليح، ونحطو الكريات تاعنا اللي نقلوها على الجوانب كامل، لازم نحمروها من كل الجوانب. نتمنى تجربوها، يعني والله جات بنينة بزاف. هنا البطاطا تاعنا وجدت، نقولكم شهية طيبة وصحة فطوركم.